كيفك يا ليان؟ شو هالمفاجأة؟ الله يسلمك. شو اسم صاحبك؟ شو اسمه؟ من هو؟ سعدان؟ وش فيه؟ يي 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 شو غليظ، أما أنت يي شو حلو. إله إلا الله. يلا يا عيال قوموا قوموا للصلاة، يلا قوموا. شام احنا في بيتنا، في بيتنا صدق يا زين. اليوم ودي كل يوم انام، كل يوم يصير زي كذا. في سر، ها؟ اسمع بعلمك. ودي انام، ها؟ وقومني شوي، انا صرت قاعد اقومني. اقسم بالله اني يجلد كفوي جلد لين يحمر ظهرك. يلا قلب قلب صديقنا مصطفى هناك. لحظة، مصطفى ايه. رفقاتك ايه. اهلين، الماما عندها ضيوف ما بدها حدا يفوت على البيت. طيب وين نروح؟ خلينا نروح تحت على الحارة. نروح على الحارة ولا نقعد؟ تعال وانا ابوك اللي لي سهم بركي تلحق. الله المستعان، الله يهدينا وياك. هما سهمك معطيه اختك حيله. اجل انا وش لي؟ مالك ان شاء الله الا الجنه. شوف وانا ابوك الى مني مت احنص على عيلك وعلى ام العيال، تراها بنت حلال بعد طولة عمر إن شاء الله. سم، أقول لك إن شاء الله بعد طولة عمر. لا أنا حاسن إني بموت اليوم، والله أعلم. أبو سليمان ارتاح، ما بعد استوى الغدا، تلين. أقول يا حين يا مصطفى، إيه؟ لو يطلعون لك ثلاثة كبار مرة، ها؟ ويجون يقولون يبي يضرونك، وأنا وسعدان ما حنا فازعين ولا حنا فاكينكم. تقعد أنت وياهم يغرونك ولا تبونهم؟ يا أبو سي تسوي؟ بقتل وبقتل وبشرب من دمهم وما هي من حدا. تعال أنت، أنا عندي لك أبكلمك كلمة سر. شف يا أخي، واخذ يا أخي، مش تبي شيء؟ معكم ما معنى واخذ عندي أبكلمك كلمة سر. واخر عنه بس واخذ شي. أقول إيه؟ صدق إنك أحسن صديق عندي بالعالم. وبعدين؟ بس ما ماشي. بس هيك. عم بيقول لا تعلم. والله ما علمحت، قسم بالله ما علمحت. لا يعلم. مش يقول لك؟ عم بيقول نحن أحلى رفقة. رفعت؟ ما هو برفعت. شو هالحكي؟
ما تقول لي عليان وين هو؟ تو في ايده، بس اظن ثاني ماني بواهم هو في السطح. تبي ما يا جدي؟ لا بس شكل. خله ياك خله ياك، خاف يغص. الخير واحد يا ابن الحلم، ما هو بقاسي. عليان وش جابك؟ ليان يا الله العشاء. ماني بمشتهي. اختفوي وامي وجدي كلهم قاعدين. يلا سيدان، شوف 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 القمر. وش قمره؟ القمر وش زين ناظر. طيب وش اسوي انا؟ يلا راح انا بجيكم. راح بس اقسم بالله تربوي بطقك. مع ظهرك يا اخي. يا اخي كسرت عود الموسيقار عبد الوهاب. يا سعيدان. والله سعيدان. وش بك علينا؟ وش بك علينا؟ رحم والديك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يلا حية مبطين، ما شفناك، ما عاد بك لا تظهر ولا تنشاف. عسى المانع خير. أبد والله، أنا جالس لهنا ينتظر منيتي ولا بعد جت. الله يعين على الدنيا بخير إن شاء الله. اللهم آمين. أقول ما دريته. وشو عنك؟ أبو سعد يطلب كل حل الله يرحمه. لا يمل الجنت البال. لا بعد ما دريته. وشو عنها؟
أبو عبيد في الصحية ويحتضر وظنه مات. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا بعد ما دريته. وشو عنه يا وجه البوم؟ أبو حسن يمشي ما درى ولا هو طايح وهي الطيحة. لا إله إلا الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أنت حفظنا وتاكلنا. أقول ما دريته بعد. وشو عنه بعد؟ جارنا الأول ذاك أبو رشيد بعد مات الله يرحمه. لا إله إلا الله. يلا أنا أترخص. أقول بعد وزيدكم الشعر بيت أبو عمر مات الله يرحمه. الله صدق صدق يا سعدان، ما أدري وش صاير فين شيء، ما أدري وش شيء يعني يسوي يعني ما أدري وش، بس إنه ما أدري وش هو. بلا والله هذا من دورانك في هالشموس، تعرف اللي يدور بالشموس وجي حمار القايلة. إيه عليان فيني شيء، أحس إني قاعد أتغير. وش فيك؟ وش ما فيني؟ أحس إن قلبي يخفق يخفق يخفق، ولا عاد أقدر أصبر على الجفا. يعني يا سعدان تبي تقول يعني ذا اللي فيني هذا كله فيك بعد أنت؟ لو تجرب الحب يخلي الصدر ينتك. يعني تبي تقولي انك حبيت؟ من هي؟ ياسمين قاطع قلبي، ما عاد امرح الليل، كل الليل وهي قدامي. الاولاد بعيوني يا ابو مصطفى. الله معك، دير بالك على حالك. من عيوني بابا عليان وسعيدان حابين يدرسوا معي. البيت بيتهم يا ابني. شكرا بابا، شكرا. الله يسلمك، بحبك كثير بابا. الله معك يا ابو مصطفى. مع السلامه بابا. مع السلامه يا ابو مصطفى. تعال السلمي بعد هالعمر. يا اخي ليش بصروك يا اخي؟ يا بلفيت يقولون انت ما تداوم. يا اخي ما هو حق يا اخي. يا اخي كل ليله سهر وطقطقه وبكم وعود وما ادري وش وزفل يا اخي ما هو حق يفصلونك. بعدين يا جماعه يا اخي ما قصروا معك، عطوك كل اللي تبيه، كل اللي تبيه عندك. ليش ما حافظت على شغلك يا اخي؟ سلمي يا أخي الله أكبر، ما أنت قاعد معي أنا وأنت نسهر يوميا يا أخي، وقاعدين بهالهن قاعدين زفن ورقص، نسينا يعني؟ إلا قل لي بالله عليك وش الحل؟ أنا عندي قرشين وأنت سواك، نجيب تاكسي والنص بالنص. أنا يا بشير آخر عمري أصير سواق تاكسي؟ رملة هلا والله هلا رملة هلا والله. هركب 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 يلا نحييهم يلا نحييهم. إيه اكتملنا يلا قبل الليل. يا هلا Thank you.
أقول لك سر بس بصلاة أمك وبك ما تعلم أحد. والله ما أقول لحد أبدا. وش؟ وش وش أبي؟ أبا خطب ياسمين أخت مصطفى. ترى أنا خاطب خاطب صدق مو مزح. الواحد لازم يكون نفسه، والحمد لله أنا ما ينقصنيش كل شيء عندي ولله الحمد. عندنا بيت وهالغرفة عندنا، أنت أخوي السلمي تطلعون الغرفة الثانية. وبعدين أنا قاعد أفكر ونخلي العرس بالصيفية ولا نأخره شوي. إن شاء الله نجانا عيال، إن شاء الله نجانا عيال. أول ولد بسمي عليان على أمه، وصير أبو عليان بعدين أدير لأبو عليان. شبيك؟ لا بس هذه دموع الفرح. الله يسلمك. اي العود يا اخي المكان يا اخي. قسم بالله انا ما لمسته، هذا عليان هو اللي نزل العود. صح يا اخي، انا ما قلت الف مرة اي احد يتعبث في العود اكسر ايده. اقول وين عود الموسيقار محمد عبد الوهاب؟ انكسر يا اخي انكسر، جبنا واحد بداله يا اخي. ترى انا بقول لك انا بخلي ابوي يخطب لي بكره، لا تقول اخوي سعيد ما علمني. ما شاء الله تتزوج توجهك وري سعيد ترعض. يا ياسمين. ايش ياسمين؟ ياسمين اخت شو اسمه هذاك صديقنا الشامي الدب. ترى ما اسمح لك تقول الدب، ما اسمح لك. زينة برقة. عيب عيب وشد جيب. وش فيكم؟ يلا قوموا قوموا ناموا، يلا ورانا صلاة الفجر ان شاء الله. اقول فاتح ابوي في موضوع خطبتي مني. لا 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 الله يرحم والديك. ما هو اخي ما هو بوقتها الحين فاتح. نم الان الحين نم مرتاح. ها وبكرة شاء الله تكلم انت وجهك وجهك وجه هسه. اقول انا خير البر عاجله، يعني خير البر عاجله. خير وش ورا حبة هالراس؟ ودي أعرف. ما شاء الله جعله مبارك، ألف مبروك هنا أبوك. طيب بس عاد من هي اللي تبي يعني تعرس عليها؟ ياسمين بنت جيراننا. مبروك مبروك جعله مبارك. لكؤاويها واجانا ابن الاصل، لكؤاويها ولا يخطب بنتي الغالي ياسمين، لكؤاويها ويسكنها جنبي، لكؤاويها ما في بيني وبينها غير فشخة رجل. وقاويها لا 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 والله انه سعيدان شبب ينحب كتير. ايه ربي يحرسه ويخليه لك. يخزي العين يخزي العين لك. اللهم صلي على النبي من عيني انا من عيني انا. اللهم صلي على النبي. شب مرتب كتير لك ومهضوم كمان مهضوم. انتم جيران لنا من زمان وعيالنا مع عيالكم،
ورايحين وجايين مع بعض وعرفناكم وحبيناكم، لذلك جيناكم في بيتكم نبي نخطب البنت لولدي سعيدان. ها ها، وش رايك ابو مصطفى؟ والله نحن اهل وجيران يا ابو سليمان، وما نقدر نقول لا، بس نسال الصبيه شو راي سعيدان. حق واجب نسمع راي الصبيه، وش رايك يبا؟ ها وش قلت يا ابو مصطفى؟ على بركه الله. وش فيك؟ لا هذه بس دموع الفرح. بحبك يا أحلى شاب. الحمد لله يا ربي نحن، الحمد لله يا ربي نحن. هين هين يا سيدان، أعلمك حركات النذالة هذه أطلعها من خشمك أنت فوق ضروسك. أقول يا عم ترى عندنا عزيمة. ما علم، قال لي أبو سليمان بس لا تنسون العود والبخور. إن شاء الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. ما دريته؟ وش غنه؟ سعد بن صالح مساكين كوني جاي من الصحية في ذاك الضعيف شق بطنه، هم نطلعه منه بلاوي اللهم يا كافي، شيين أحمر وشيين أصفر، هم من عاد عقبها مات الله يرحمه. الله يرحمه موات المسلمين. يا سعيدة سم، تعال أنا أبوك راح جيب العود بسرعة الحين. أجل متى؟ عندولي وعنده العود للرجاجيل ولا للحريم؟ لا للرجاجيل. خلاص قم اجيبه وانا ابوك.